لكن زي ما انت شفتم احنا ممكن كلنا نقدر نقول كل رجال الاقتصاد والمفكرين في هذا المجال يقدروا يحطوا خرائط قوية ومهمة جدا. طب هو ايه اللي بيخلي الناس ما تعملش؟ اذا كان الامور واضحة بالطريقة ديت، لان طبعا اي حد عايز يعمل القرارات ديت هي مش شجاعة قرار، مش شجاعة قرار، وبيشوف يا ترى يقدر ان تكلفة القرار ده لما يجي يعمله لو كان تكلفتها اكبر من العائد بتاعها بيقول بلاش منه، بلاش نعمل الاجراء ده دلوقتي. وده السبب اللي كان في تقدير كل يعني القائمين على العمل ده خلال الخمسين ستين سنة اللي فاتوا، كان هو ده المسار اللي موجود في فكرهم. يا ترى المجتمع والرأي العام والسياسيين والمفكرين والمثقفين وحتى البيئة الإعلامية وحتى البيئة الدينية هتساعدني على ده، ولا اطرح طرح وبعد ما اطرحه، وتجربة 77 كانت كاشفة، كان قروش بسيطة لرفع الأسعار بعض السلع اتقابلت برد فعل كان ثمنه أكتر من العائد اللي ممكن يتحقق كبداية طريق إصلاح، فتراجع الموقف وسكت. فأنا عايز أقول إن مهم أوي إن إحنا وإحنا بنتكلم في المسار الاقتصادي وأي مسار آخر لازم تحكمه عوامل مع بعضها متشابكة ومؤثرة على القرار اللي هيتخذ. وهنا هي دي فلسفة الحكم، فلسفة المسؤولية. لكن إحنا ممكن أوي وإحنا قاعدين في مكاننا كلامي لا يؤخذ ولا يرد، يعني مش هيبقى ليه أي تأثير لأني مش هنفذه، أنا بدردش زي ما كان الراجل في القصة اللي جت كده بيحكي، فالزوجة بتقول البنزين غالي وكلام من هذا القبيل، مفيش حاجة. لكن اللي قاعد وتحمل مسؤولية الدولة والحفاظ عليها وعلى تقدمها وعلى مستقبلها هو اللي لازم ينتبه لكل خطوة قبل ما يخطوها.